يبدو أن الجميع في مختلف أنحاء العالم كان له في انتخابات الرئاسة الأمريكية مآرب أخرى غير مآرب الأمريكيين أنفسهم. فبمجرد إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في السباق الرئاسي، توالت التصريحات وردود الفعل المتباينة التي أظهرت بوضوح حاجة تلك الأطراف لما أسفرت عنه الانتخابات. البداية من القضية الفلسطينية بوصفها الملف الأكثر ضررا من سياسة الإدارة الأمريكية الحالية ودعمها غير المحدود لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت حركة حماس المرشح الفائز دونالد ترامب إلى التعلم مما وصفته بأخطاء الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدة أن خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لموقف قيادته تجاه الحرب على قطاع غزة. وبالتحول إلى الأزمة الأوكرانية، فيبدو أن موقف المرشح الجمهوري من تلك الحرب وانتقاده الدائم للدعم الذي قدمته إدارة بايدن لكييف قد أثار مخاوف لدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأمر الذي دفعه إلى الإعراب عن أمله في أن يساعد انتخاب ترامب في تحقيق ما وصفه بالسلام العادل. المخاوف من انتخاب ترامب وسياسته المعلنة تجاه انخراط الولايات المتحدة في صراعات خارجية لم تتوقف عند أوكرانيا، بل تخطتها إلى حلف شمال الأطلسي، حيث عبر أمينه العام عن تطلعه للحفاظ على وحدة الحلف من خلال العمل مع إدارة ترامب، الذي لا زالت تصريحاته السابقة بشأن ضرورة دفع أوروبا ثمن حمايتها تثير المخاوف داخل القارة العجوز. وبالرجوع إلى أقصى الشرق حيث التنين الصيني، فالجميع يعلم مدى ما يكنه ترامب تجاه بكين ومحاولاته المستمرة لهزيمتها اقتصاديا من خلال رفع التعريفات الجمهورية على منتجاتها لوقف ما وصفه بغزو المنتجات الصينية للأسواق الأمريكية. وبالرغم من الخلاف مع الصين في الشأن الاقتصادي، إلا أن سياسة ترامب تجاه تايوان قد تكون مبعث أمل لدى بكين، بينما تثير العديد من المخاوف لدى تايبيه، حيث صرح الرجل أكثر من مرة أنه لن يلتزم بتأمين الحماية لتايوان. وهكذا أربك انتخاب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة حسابات الخصوم والأصدقاء حول العالم في انتظار ما ستسفر عنه سياساته الجديدة التي يتوقع البعض تغييرها عن ولايته الأولى، خاصة على الصعيد الخارجي.